نعم، يعني آخر المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي قبل قليل هناك استهداف لأحد المنازل جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، تم استهدافه بواسطة الطيران الحربي. قبل قليل بعد قصف أحد المنازل في منطقة شمال القطاع توجه طاقم إسعاف في محاولة للبحث عن مصابين في تلك المنطقة، وأثناء تأدية عملهم قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف هذا المنزل مرة أخرى أثناء محاولة هؤلاء الأفراد إسعاف سيدة داخل المنزل، لكن يعني تم نجاة هذا الطاقم، وهذا يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إلحاق الضرر بالمدنيين عندما هو يعرف تماما أنه يتواجد طاقم إسعاف داخل المنزل وقام بقصفه أثناء محاولة إسعافه لسيدة.